السلام عليكم مشاهدي الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مباشرة معكم مساء اليوم الأربعاء 4 أكتوبر. من كل سنة هو اليوم العالمي للاحتفاء بالأشخاص المسنين. سنناقش خلال حلقة هذا المساء موضوع الأشخاص المسنين في بلادنا، عددهم، ظروف عيشهم، وكذلك التحولات المجتمعية كيف ساهمت في أو أثرت على وضعيتهم، حقوقهم، هل تصان كرامتهم أم يعيشون ظروفا غير لائقة. ثم نتساءل كذلك عن دور الجميع من دولة ومؤسساتها وكذلك الفاعلين المدنيين وكل مكونات المجتمع لتحسين ظروف عيش هؤلاء وكذلك الأجيال القادمة، باعتبار أن جلها سيدخل مرحلة الشيخوخة في يوم من الأيام. لمناقشة الموضوع يسعدني هذا المساء أن أرحب بكل من سي محمد أيت عزيزي، أنت مدير مديرية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين بوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، مرحبا بك. أهلا وسهلا. والسيدة لطيفة فياض رئيسة جمعية بيت الحكمة للمتقاعد والمسن، السيدة فياض شكرا على قبول الدعوة. شكرا. والسيدة سميشة رياح رئيسة اللجنة الجهوية دار بيضاء سطات بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مرحبا بك سيدة رياحة. أهلا وسهلا. وسي عمر حسباني رئيس الرابطة التضامنية للمسنين إقليم الحوز، مرحبا بك سي حسباني. أهلا وسهلا. دكتور مصطفى ودغيري مختص في أمراض الشيخوخة لا جيرياتري ورئيس جمعية علوم الشيخوخة أمل، مرحبا بك دكتور ودغيري. شكرا على الاستضافة. والاستاذ عبد الصمد ديالمي عالم اجتماع، مرحبا بك سيد ديالمي. شكرا. اشير بعلاقه الموضوع ان صدرت لك دراسه حول العلاقات العائليه والاجتماعيه ضد الاشخاص المسنين بالمغرب في اطار البحث الوطني حول المسنين الذي اجرته المندوبيه الساميه للتخطيط سنه 2006 واللي كيبقى ربما الى حدود اليوم يعني اخر دراسه يعني علميه بالموضوع الذي نتحدث عنه. انتم كذلك مشاهدي الكرام بامكانكم التعقيب على مجريات النقاش الدائر في الاستوديو كما جرت العادة على ذلك عبر الرسائل الهاتفية القصيرة لـSMS على الرقم المثيل أمامكم على الشاشة 18 18. إذا أسألكم بداية أش كان قصدوا يعني بالشخص المسن، اللي كان تكلموا على الشخص المسن شنو كان قصدوا به السيد عزيزي؟ شكرا سي جمع. أولا في البداية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المسنين أريد أن أقدم التحية لكل الأشخاص المسنين في المغرب والأسر وكل من يسهر على راحتهم، هذا باسم وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وكذلك شكر للقناة الثانية على إدراج هذا الموضوع بهذا اليوم بالذات لتسليط الأضواء حول أوضاع الأشخاص المسنين ومدى يقوم به الفاعلين الحكوميين والجمعيين بهذه المناسبة. ماذا يعنى بالشخص المسن؟ لحد الآن نقصد بالشخص المسن هو ما كل الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 60 سنة فما فوق، باعتبار الحال ليست فئة يعني موحدة، هي فئة غير متجانسة، بحيث أنه حسب فئة العمر هناك من 60 إلى 70 سنة، من 70 إلى 80 سنة، وكذلك من 80 سنة إلى فوق، وتختلف حسب الوضعيات، الفقر، الوضعية الصحية، الإعاقة، السكن في الوسط القروي أو الحضاري أو في الوسط الأسري أو بدون وسط أسري. نعم، وفي هذه النقطة كنسألك أستاذي ديالمي من خلال الدراسة اللي أشرفتم عليها، يعني ملي كنتكلموا على الشخص المسن بغض النظر على العمر يعني أكثر من 60 سنة، ولكن ما هي خصائصه مقارنة مع الأشخاص الآخرين؟ وهذا سؤال كبير وعريض جدا، لكن لكي ألخصه، طبعا كما قال السيد عزيزي الأشخاص المسنون ليسوا مجموعة موحدة منسجمة، هناك تقابل بين الحضري والقروي قبل 75 سنة العمر الثالث، ثم بعد 75 سنة العمر الرابع، المرأة المسنة ماشي هو الرجل المسن إلى آخره. لكن بالإضافة إلى ذلك يمكن نقول واحد الشكل المقتضب أنه في الماضي الإنسان المسن السن يعني السلطة، الإنسان المسن هو السلطة، هو رمز السلطة. اليوم انتقل الإنسان المسن من المركز من السلطة إلى الهامش، هذه هي السيرورة الأساسية التي يعيشها الإنسان المسن في المجتمع المغربي المعاصر. وطبعا هذه المسيرة السلبية النقوصية
فيها معطيات، فيها تفاصيل، مثلا على مستوى الأسماء، أسماء أو النعوت التي نستعملها لوصف المسن، الشارف، الهارف، المقعد، هذه أسماء ظهرت لتبين أن الإنسان المسن يفقد المكان التي كانت له فيما قبل، كان يسمى الشيخ، سيدي، رجل كبير. الآن بدأت أسماء جديدة تظهر تعبر عن تهميش وعن ازدراء الرجل المسن. في الصور الإعلامية المسن في المغرب في قنوات الاتصال نراه بجلبة وبالطاقية وتلعب الضمة وتحت الشجرة، أي أن هذه الصورة المقدمة عبر التلفزيون والصحافة بشكل عام صورة سلبية حول المسن وتعطي انطباع سلبي عن المسن. طبعا كما قلت الإنسان المسن كان له القرار وصاحب القرار في العائلة، حينما انتقلنا من العائلة أحيانا في القبيلة وفي القبيلة طبعا وفي القرية بشكل عام، حينما انتقلنا من العائلة ومن القبيلة إلى الأسرة النووية، هذا الإنسان المسن بدأنا نطلب منه النصيحة مرة مرة، ثم تدريجيا نهمشه لأنه يقع في الخرف، فنبتسم له نظرا لما أعطاه سابقا، لكن في العمق نقول له أصبح نوع من الشفقة. نعم تماما، سوف أعود إلى الشفقة. إذا كذلك انقلاب في العلاقة مع الشاب، مع الشباب، كان الشيخ هو المعلم للصغار للأطفال، الآن أصبح هو معلما، بحيث أن الإنسان المسن اليوم بشكل عام إنسان أمي لم يعرف المدرسة، كانت معرفته معرفة بالتجربة بالحكمة. اليوم التعليم والمدرسة يعطيان تفوقا للشباب على المسنين، وبالتالي فنرى أن الطفل أو المراهق يقرأ الرسالة إلى جده، إلى إنسان مسن، وبالتالي يمتلك سلطة جديدة على المسن. إن هذه بعض المظاهر السريعة. أكيد سنفصل فيها أستاذ ديالمي عندما سنتحدث عن ظروف الأشخاص المسنين. هناك أن توجه السي عمر حسباني تبارك الله 76 سنة، وهل انت في المعيش اليومي واش كتعيش هذا الشيء اللي تكلم عليه الاستاذ الديالمي في المعيش اليومي ديالك؟ السلام عليكم. والبعد اشكركم على هذه المبادره الحسنه في هذا اليوم، يوم العالمي المسن، وانا ترحموا على الشهداء المسنين في جميع انحاء العالم وفي المغرب. القضيه ديال المسن لهنا المقاله الاستاذ، هذا يعني مسألة أكاديمية. المسن لا زال محترما، لا زالت له الكلمة، لا زال كل، إنما ينقصه شيء، وهو ما ينقص كل إنسان في هذا العصر. الآن المسن هناك أنواع، أنا مسن ولكن تثقفت ومررت بعدة مراحل، والآن أترأس جماعة يبلغ عدد سكانها 25,000 وسير احتلت سير، وهناك والحكومة أغلبها مسنون. إذن هذا الجانب هذا ما غاديش يشين. القضية إحنا اللي عندنا ديال المسن هو المسن الضعيف. المسن يعيش الهشاشة. الهشاشة. المسن الضعيف اللي ما عندوش اللي يكون به أولاً، وحتى اللي عنده اللي يكون به لأنه عنده حق. وحنا تنعرفوا النفاق اللي كاين في الدولة، جميع كل شيء، احزاب سياسيه تذكر على المراه والشاب للاستقطاب السياسي، ما عمره شي واحد هضر على المسن. كذلك عده وزارات لا تنظر الى المسن، ملي تدير برامج ما تخصوا المسن، حتى الوزاره ديالنا وزاره التضامن الاجتماعي والمراه ما قالش والمسن حدا الطفل. كاينه مديريه واخا انه فيها الاطفال والاشخاص المسنين، ربما حتى هذه النقطه. هذا المسن هذا احنا المسنين في المغرب
4 المليون 16% فيها عندهم تقاعد، 10% دايرين تجاره ومحركين، هي 26 بقات 14%. هذا 14% هي البيت القصيد عندنا. اشنو خصها؟ خص ما ماشي نعطيوها وعود ونرموه ونديروا البهرجه وندير، لا خص مساله عمليه. احنا كجمعيه انا غادي نتكلموا استاذ غادي نوصل سي عثماني الاجراءات وهذا، ولكن قبل ذلك كنسول كذلك السيده لطيفه فياض، يعني في خلال يعني الاشخاص والاعضاء ديال الجمعيه والناس اللي كتلاقوا معهم في العديد يعني من الانشطه اللي كتقوموا بها، عموما احساسهم كيف يعيشون يعني شيخوختهم او وصولهم الى هذه المرحله اللي كنتكلموا عليها وضعيه الشخص المسن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر الجزيل للقناه الثانيه على الاستضافه. اولا حنايا سبقنا هيئه الامم المتحده وسبقنا الجمعيه العامه في كوننا مسلمين، كنكرموا الاشخاص ديالنا، كنكرموا المسلمين. الله سبحانه وتعالى قال في الكتاب ديالو العزيز: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. إذن هذه الاوضاع ديال المسنين هي بالنسبه لنا احنا كمغاربه هو واحد الطابو، هي نقطه سوداء في حياتنا اللي كيخص الدوله، كيخصنا احنا كفاعلين مدنيين احزاب سياسيه كنا مسؤولين على اننا ننظروا لهاد الناس اللي فناو زهره شبابهم في الخدمه ديال الشباب ديالنا وديال اطفالنا، اللي ضحاو بشبابهم وبحياتهم لخدمه هاد البلد. نرجع للسؤال الاخ جامع، حنايا بالنسبه لنا في العمل مع المسنين اغلبيه العمل ديالنا كنشتغلوا في البوادي. البوادي وضعية المسن هي وضعية كارثية. المسن في البادية كل احتياجات كيعيش هشاشة، يفتقر إلى آلة السمع، يفتقر للأسنان، يفتقر للنظارات، يفتقر للعمادات، يفتقر للكراسي المتحركة. إذا وضعية المسن لابد تكون عندنا الشجاعة ونناقشوا هذا الموضوع بجرأة، وخصوصا في البوادي. الناس في البوادي المسنين كيعيشوا في عزله، كيعيشوا بعاد على المجتمع ديالنا، ما عارفينش شنو كيوقع لا في الجانب الاقتصادي ولا في الجانب السياسي. اذا رأفة بهاد الناس ديالنا اللي كنكنوا لهم كل احترام واللي كيستاهلوا منا اننا نتوضعوا راه اشارتهم ونقدموا لهم خدمات باش نثيقوا في هاد البلد ونثيقوا في هاد الوطن والشباب ديالنا يثيق في بلاده. لابد هاد الناس ما تعطاهم واحد الوضعيه مريحه يعيشوا في كرامه، لا من ناحيه صحيه ولا من ناحيه اجتماعيه. ماشي غير الوزاره التضامن اللي معنيه بهذا الملف، ولكن جميع الوزارات هي معنيه، وزاره الصحه، وزاره الثقافه، وزاره الشباب والرياضه، ومن بعد الى بغيتي السي جامع غادي نفصلوا اكيد. والمجتمع المجتمع ككل، لان هذا الجزء اللي يعني كان سامو في تنميه من المجتمع في وقت ما في مرحله ما في تنميه المجتمع. غنسوك دكتور بودغيري، ما عرفتش واش من خلال الشغل ديالكم واش عندكم ارقام، لان ذكر الاستاذ حسباني واحد الرقم ما عرفتش دقيق ديال 4 ملايين مسن. التقديرات ربما نتسناو يعني الاحصاء العام للسكان والسكنه اللي جرى مؤخرا في المغرب، يعني تخرج النتائج ديالو تقدر تعطينا رقم يعني دقيق، ولكن واش عندكم تقديرات على العدد ديالهم الان يعني في استاذ جامع؟ قبل ما نجاوبك على السؤال شكرا على اختياركم هذا الموضوع، لان موضوع مهم، موضوع الساعه، وكنتمناو ما يبقاش يعني نتكلموا على المسنين غير يعني في كل موسم، كل موسمي يكون بشكل موسمي. نتمنوا انه نتكلموا على هذا الموضوع ديال المسنين، رعايه المسنين، وتوضع خطه وطنيه لرعايه المسنين. كذلك نبغي واحد التفصيل من حيث تعريف المسن، مساله مهمه. على حسب الزاويه اللي كندور لها المسنين، واش المنظور الاجتماعي الاقتصادي ولا المنظور الصحي؟
باش نقولوا 60 سنه او 65 او 70 او 80 ما كاينش واحد الاتفاق حاليا على واحد السن معين. اللي شفنا من الدور الاقتصادي الاجتماعي انسان اللي كيخرج التقاعد فكنعتبروه كمسن، فالتقاعد على حسب القطاعات، كاين اللي كيخرج 55 سنه، كاين اللي 60، كاين اللي 65، فكنختلف على حسب القطاع الوظيفه اللي كيشتغل فيها. الجانب الصحي حاليا ما بقاش 60 سنه، ولات 65 سنه على حسب التعريف ديال المنظمه العالميه للصحه، 65 سنه. على اساس واش فعلا 65 سنه وكيعيش بصحه جيده او عنده امراض اللي كتصاحبه، لان كنعرفوا ان في التقدم في السن الناس كيقولوا يعني واحد مجموعه ديال الامراض خصهم يتناولوا واحد مجموعه ديال الادويه تكون مواكبه صحيه مستمره. يعني الاتفاق حاليا باش علاش هذا الاختيار ديال السن، باش ملي كندير واحد الدراسه ديموغرافيه او ايبيديميولوجيه كنعرفوا علاش كنتكلموا، فكان حاليا كنقولوا انه ابتداء من 75 سنه كنعتبروا ان السن الشخص مسن كيف ما كانت حالته. 75 سنه 65 سنه على اساس يكون عنده امراض، هذه من الجانب الصحي كنتكلم، الجانب الصحي عنده امراض او كيعيش واحد الوضعيه ديال الهشاشه الاجتماعيه، يعني ظلم هشاشه اجتماعيه، عنده مشاكل اجتماعيه واقتصاديه، فهنا كذلك هو بحاله ديال الهشاشه وقدر نعتبروا انه مسن. بالنسبه للارقام عندنا الرقم ديال الاحصاء ديال 2004 كان كيتكلم على 8.1% اللي هي 2.5 مليون، حاليا في 2012 كنقولوا تقريبا 3 ديال المليون، يعني 2012 3 ديال المليون ديال المسلمين، ولكن اكثر من 60 سنه خصنا نشوفوا عاوتاني اكثر من 65 سنه شحال. لهنا يعني من هنا السنوات القادمه كنشوفوا ان هذا العدد غادي يتضاعف، وهذا المشكل، لان كل ما كنا كنقولوا هذا الموضوع راه فعلا ربما ما كانش كيعينا هذه 10 سنوات، ولكن دابا ولا مشكل كبير. يكفي انه في 2030 العدد غيولي 5.8 مليون، في 2040 العدد المسنين غادي يتجاوز عدد الاطفال كم 15 سنه، وهذه مساله خطيره، يعني المسنين اكثر من الاطفال. فربما كان السي حسباني فعلا ان يعني الحكومه يعني الاحزاب ما كتهتمش حاليا بالمسنين، ولكن من هنا واحد 10 سنين ولا 15 سنه غتولي الاهتمام كله كيصب على المسنين، اللي غادي واحد القوه يعني غيولي كتله مهمه، فيعني جميع التوقعات الديموغرافيه كتنبأ ان العدد المسنين غيولي كبير من هنا للقدام، وخاص تعطى اهميه كبيره في جميع المجالات، لا الصحيه ولا الاجتماعيه ولا الثقافيه، لان المسن ماشي فقط دوز واحد المده في حياته من يوصل 60 سنه غادي يتهمش، لا العكس، 60 سنه حياه جديده، لان امل الحياه حاليا هو 74 سنه في المغرب. 74 سنه ماشي سهله، كاين اللي كيعيش 80 كاين اللي عيش اكثر، ولكن 74 70 سنه يعني باقي الحياه كلها قدامه باش يقوم بجوع. نعم دوز استاذ رياحه، هناك من يعتبر بانه هذا النقاش وهذا الموضوع يعني لا يمكن فصله على موضوع حقوق الانسان بشكل عام باعتبار شريحه يعني من المواطنين المغاربه والمغربيات، ولكن واش كاينه خصوصيه ديال هذه الشريحه مقارنه مع الشرائح الاخرى؟ في البدايه شكرا على اختيارك هذا الموضوع، فعلا هذا الموضوع اختياره اني ولابد انه يتفتح نقاش حوله، نقاش من طرف جميع الفاعلين، لانه نقاش او هذه الاشكاليه المتعلقه بوضعيه المسنين لا تهم المسنين لوحدهم، وانما تهم الجميع، وكما قال الاستاذ الهرم او الشكل سيال القليب وغيولي عنا الفئه ديال المسنين اكثر من فئه الشباب، وبالتالي هذه اللي خاص يتفكر فيها ويتوضع فيها. انا قبل قليل كنتبع كنقول جيد على انه ما طرحه الاستاذ ديالمي، اننا كنضيف واحد العامل اخر حتى على المستوى الاجتماعي، راه كاين تغير، كاين تغير على مستوى البنيه ديال المدينه، وهذا كله كيساعد على ان النظره للمسن تغيرت على كيف كانت من قبل. بل اكثر من هذا، انا كنشوفها ملي كيولي المسن عوض ما قال الاستاذ على انه غيولي محترم الى اخره، يولي وصل لدرجه انه تهان كرامته، انه ما كيتمتعش بابسط الحقوق، بل اكثر من هذا انه يتم التخلي عنه من طرف اعز الافراد. هنا فين كيكون المشكل، مع انه كيتخلى عليه من طرف الابناء ديالو، كيتخلى عليه من طرف الاسره ديالو، ما بقاش ذاك التلاحم اللي كان من قبل في ذاك الاحياء الشعبيه اللي الرجل الكبير راه محترم وراه يؤخذ برايه، لا انه ابو الجميع، لا ولا شخص يجب التخلص منه. وحنا من خلال الزيارات الميدانيه اللي قمنا بها مع المجلس الوطني لحقوق الانسان تبين على انه راه واحد النسبه كبيره في الدور ديال الرعايه ديال المسنين تم التخلص منهم من طرف الابناء ديالهم، وهذه كيتطرح عليها واحد العلامات الاستفهام. ملي كنجيو الناحيه الحقوقيه، حنا كنقولوا دائما الفئات الهشه يجب الاهتمام بها، لانه في هذاك التداخل
فيها الجانب الاقتصادي، الجانب الصحي، الجانب النفسي. هذه الفئه هي هشه، الهشاشه ديالها مرتبطه بهذه العوامل، العوامل الصحيه، العوامل الاجتماعيه، العوامل الاقتصاديه ايضا، لان اغلبيه ديال هذه الفئه ديال المسنين راه فيها 84% ديال الناس اللي هما اميين. ايضا فيها واحد النسبه ديال نسبه ديال 30% اللي ما عندهمش تغطيه صحيه، وبالتالي كنشوفوا على ان راه ابسط الحقوق راه ما كيتمتعوش بها، بل اكثر من هذا انا كنشوف حتى على مستوى الامم المتحده، وهذا الاشتغال اللي لازم ان الجمعيات الحقوقيه تشتغل عليه. لا زال لحد الان ليست هنالك اتفاقيه ملزمه لهذه الفئه، وبالتالي ما يمكنناش نوجهوا التزام للدولة وهي ما كايناش واحد الاتفاقية اللي هي ملزمة. لا زال لحد الآن كل الفئات الهشة، الأطفال، ذوي الإعاقة، المرأة، الآن كلها عندها اتفاقيات خاصة بالتزامات خاصة للدول إلا المسنين. وبالتالي كاينين إعلامات، كاين مبادئ، ولكن مازال ما رقيناش المستوى باش تولي عندنا واحد الاتفاقية ملزمة، وآن الوقت على أنه يولي الحديث عن الحقوق ديالهم بحال كي كنتحدثوا على الحقوق ديال جميع. كل ما نوصلوا النقاش نقترح عليكم وعلى المشاهدين الكرام أنه نتابعوا في روبورتاج لأحمد مكاوي، قضى يوما مع جوج ديال الاشخاص المسنين، يعني واحد في منطقه حضر يعني في الدار البيضاء يتمتع يعني بتقاعد وتغطيه، ولكن كيطرح مشكل كيف يقضي يومه، والشخص الثاني رغم انه يعني مسن وفي سن التقاعد ولكن لا زال مجبرا بظروف معينه انه يبقى ساكن نشيط الى اجل غير مسمى. نتابعوا الروبورتاج. يشتركان في نقطة واحدة عيش مرحلة التقاعد عن العمل، ويختلفان في كيفية العيش، واحد يقاوم الملل من أن يتسلل إلى حياته، وآخر يجد نفسه مجبرا على العمل بعد سن 60. كنشوفوا بعيد، كنشوفوا يعني الأخر ديالنا ما بقات لا كرامة لا والو، إنسان كيخدم حتى كيعيا، وفي الأخر كيولي بحال واحد الشيفون كتمسح به وكتلوحي. اهتمامات الدولة على كل حال ما عطياش اهتمام كبير لهذا المجال. آخر من يفكر فيه هو رجل التقاعد. نحن بضيعة فلاحية بالطريق الساحلية بين الدار البيضاء والمحمدية، عوض أن ينعم براحة البال والجسد كما يقتضي الأمر نظريا، يجد نفسه مجبرا على العمل منذ 5 سنوات بعد الحصول على التقاعد، يحمل العلف إلى الماشية، يقطع أوراق الذرة لبضع بقرات. الحوري التقني السابق في شركة خاصة لمدة ناهزت 15 سنة بالإضافة إلى 5 سنوات في القطاع العام، تحول مجبرا إلى فلاح في أرض تركها أبوه. أنا كنخدم باش نعيش أنا وباش يعيشوا أولادي وخوتي والعائلة ديالي باش تعيش، لأن الحمد لله هذا الشيء خلاه لنا الوالد، راه حنا كنتحركوا فيه باش نعاونوا روسنا بيدينا، ما كون عولنا على التقاعد راه ما غايدير لنا والو صراحة. محمد يتقاضى حاليا راتبا شهريا يقدر ب 960 درهما، يضاف إليها 300 درهم من صندوق تقاعد آخر، المبلغ الإجمالي لا يكفي لتأمين حاجية العيش. داكشي اللي كنا كنتمناه ما لقيناهش، لأن حنا كنا كنقولوا غادي نبقاو خدامين وغادي في الآخر غادي يكون عندنا واحد التقاعد مزيان وغادي يكون عندنا، ولكن في الآخر يعني داكشي اللي كلشي تبخر والو، هذاك الثمن اللي كيعطيونا دابا راه ماشي تا قيمة الدواء ولا شي حاجة إلا مرضنا. انا لو كنت كاري هاد الفلوس هادو اللي كنشد ما يقدونيش حتى في الكرة ولا في الترانسبور ولا والو. نغير الوجهة، الجو يختلف هنا، إقامة هادئة وجو من السكينة لدى رجل التعليم السابق. بعد 34 سنة من العمل حان وقت الراحة بعد الحصول على تقاعد محترم، راحة يستغلها في التمتع بشرب كوب شاي، التجول بين صفحات الجرائد وقراءة الكتب. أحمد يعتمد على ذاته لطرد الملل في ظل انعدام توجيه للمتقاعدين وفضاءات خاصة لاستغلال الوقت. كاين شي فضاء نهائي من غير المقاهي بطبيعة الحال. المقاهي يلي فيها تيقضيو الناس الأوقات ديالهم. على كل حال ما كاينش مرافقة نفسية في السنوات الأخيرة بالخصوص. خصوص السنوات الأخيرة تاع التقاعد، الإنسان تيعرف راسو بأنه غادي يخرج تقاعد. فهاد السنوات خصها تكون مرافقة نفسية. لأن يعرف راسه على انه مقبل على حياه اخرى، ربما غتكون واحد نقطه تحول في حياته، لان ماشي سهل على انك تشتغل ومعمر راسك بواحد المجموعه ديال الحوايج وفي النهايه تلقى نفسك على انك عندك الوقت الكافي والزايد كاع
رغم نقص الفضاءات، أحمد لم يقف مكتوف الأيدي بمبادرة ذاتية مع مجموعة من المتقاعدين في الوظيفة العمومية، أسس جمعية الهدف محاربة الروتين. صورة كبار السن القادمين من أوروبا سياحا إلى المغرب تغري المجموعة. أنا عدت نبدأ دابا الشيخوخة ديالي، والشيخوخة ديالي بغيتها تكون هادئة هادئة، ما يكونش عندي واحد ستريس بزاف عندي، نكون ندير سفريات. هادشي في دولة أخرى ماشي في المغرب. علاش حنا؟ في أوروبا سي محمد، في أوروبا تيقول لك فاش تياخذ واحد التقاعد تيبدا لو تخوازيام آج ديالو. إذا كنشوفوهم فاش تيجيو لهنايا سائحين، تنشوفوهم بحافلات رغم السن، عندهم بزاف ديال الامتيازات، عندهم بزاف ديال هذا بالنسبة للبلدان ديالهم، تيجيو لعندنا وهم مطمئنين هانين إلى آخره. حنا ما تنطبعوش باش نوصلوا لهذا المستوى، لأن تنعرفوا واقعنا كي داير، ولكن على الأقل الدولة تعطي اهتمام لهاد الناس، هاد المتقاعدين اللي يبذلوا مجهود. على كل حال كاين اللي ماشي سهلاش أنك تقضي 40 سنة 30 سنة في العمل، وفي الأخير كما قلت تصبح واحد الرقم في تتعاملوا معك كرقم في الصندوق المغربي للتقاعد. عودة إلى المتقاعد الفلاح الحوري، كذلك كان يتمنى حياة أفضل أثناء فترة التقاعد، لكن تأمل ورقة راتبه تجعله يتيقن بأن الحلم سيبقى حلما. صراحة أعطينا لبلادنا، ولكن بلادنا بغينا تعطيها لولادنا، لما أعطيناش حنا تعطي لولادنا لهاد الأجيال اللي جايين. حنا لما أعطوناش يعطيو لهاد الناس ويشوفوا بواحد العين ديال الرحمه، لان كما كيقولوا خدمه صغري الكبري. حنا راه العكس، راه واخا تخدم صغرك في الكبر غتلقى الجحيم. عيش سنوات التقاعد في جحيم، ذاك ما لا يتمناه المرء لربما. لان ربما الروبورتاج يشخص يعني حالتين، ربما نبداو بالحاله الاولى ديال المتقاعد اللي اجبرته ظروف معينه على انه كيبقى نشيط مدى الحياه. وهنا ربما ديك السيد ديالمي هذا ربما في نظره المجتمع اللي بالنسبه لهم هذا ماشي مسن، ماشي شيخ، هذا لا زال نشيطا رغم انه في السن اللي كنتكلموا عليه اللي حددوها الاخوان، يعني لان عمر السيد اكثر من 65 سنه، ولكن ربما في التصور في المخيال ديالنا ماشي شيخ، ماشي مسن. طبعا الاستمرار في العمل يعني الانسان لا زال قادر على العطاء وعلى العمل، لكن الروبورتاج الى سمحتي تبين جدا الحالات، انسان مسن مرتاح نسبيا، وإنسان مسن غير مرتاح يستمر في العمل. وهناك أناس مسنون غير مرتاحين ولا يستمرون في العمل، وفي حق الصورة التمثيلية أو المسن الممثل لفئة المسنين، والإنسان الذي لا يستمر في العمل هو الإنسان العاجز اقتصاديا والمعاق اقتصاديا. الإنسان المسن التصور وفي الواقع المغربي والإنسان العاجز اقتصاديا والمعاق اقتصاديا. عجز الإنسان المسن اقتصاديا من عجز الدولة، عجز المسن من عجز الدولة. الدولة لا تؤمن الحاجيات الأساسية والضرورية للإنسان المسن كمواطن له حقوق بغض النظر عن وجود اتفاقيات دولية أو لا. الدولة المغربية ملزمة بالسهر على صون كرامة الإنسان المسن، لهذا نجدها تنسحب من دورها وتتوكل على الأسرة. نعود إلى الأسرة، العائلة تكلف الأسرة بالتكلف وبالتكفل بالمسن، لا تقوم بدورها وتقول للأسرة أنت تكلفي بمسنك. وهنا نجد ما نسميه بتضامنا صعوديا، أي من الأبناء نحو الآباء، من الإبن إلى الجد، والإبن يجد نفسه بين نارين، بين نار أبيه أي بين نار الجد المسن، وبين نار الأطفال أطفاله هو. لهذا نجد أن هناك نقيض تام لما يقع في أوروبا، في الدول الديمقراطية
لا أقول متقدمة في الدول الديمقراطية التضامن يكون تضامنا نزوليا، بمعنى أن الجد الإنسان المسن قضى حياته في العمل وجمع قدرا محترما من المال، وهو الذي يساعد أبناءه ماليا وماديا ويساعد أبناءه في التكفل بأحفاده، الذهابهم إلى المدرسة، تقديم خدمات في البيت. هنا نجد العكس تماما، التضامن تضامن صعودي، وهذا دليل على تخلف الدولة وعلى عجزها في صيانة حقوق المسن كمواطن، وهذه مسألة أساسية. خلينا سمحت لي أستاذي قبل نشوف السيد عزيزي عنده شيء جواب على هذه النقطة هذه. لا، أولا هادشي اللي بين الروبورتاج، البحث اللي جراته المندوبية السامية للتخطيط في 2006 تأكد بأنه تقريبا 31% من الناس يشاركون في الحياة العملية، وأنه 60% لا يتهيئون لمرحلة الشيخوخة. هادو معطيات يعني لازال يستمرون في الحياة اليومية. فيما يخص التضامن اللي شار له الأستاذ ديالمي، جل يعني الآراء واللي عبروا عليها حتى الناس اللي شاركوا اليوم في اليوم الدراسي اللي نظمته الوزاره بمناسبه انطلاق الحمله الوطنيه الثانيه للمسنين الناس الكبار كنز في كل دار، يؤكدون على ان الوسط الطبيعي للمسن هي الاسره، وبانه الاسره يعني تقوم برعايه المسن، بانه هذا مبدا راسخ عند المغاربه. كل التجارب الدوليه فيما يخص التكفل بالفئات كما كالاطفال او النساء بينات بانه المأسسة ديال التكفل بينت عن المحدودية ديالها، لأن ينتج عنه عنف، ينتج عنه انعزال، ينتج عنده عدة مشاكل، وبأن الأسرة هو الوسط الطبيعي. بطبيعة الحال الآن هناك تحولات على مستوى الأسرة المغربية، تحولات على مستوى الوظائف، تحولات على مستوى العيش، تحولات على مستوى الأدوار كما شار لها السيد ديالمي في الأول، حتى لأنه السلطة ديال الشخص المسن اللي كان الرجل الذي يقوم بالوساطة الذي يرشد الأبناء، هناك الآن ما بين الأجيال يعني تطورت الأدوار، وهذه السلطة يعني هذا البوفوار اللي كان عنده في الأسرة يعني تقلص شيئا ما، ولكن يجب وضع يعني خدمات جديدة، مرافق جديدة، أدوار جديدة لمساعدة الأسرة على التكفل بالأشخاص المسنين، لأنه هو الوسط الطبيعي. ربما خدمات جديدة، مراكز نهارية كما شار لها الأخ في الروبورتاج، مساعدة الأسر اللي من بين أفراد ديالها مسن، يعني ضرورة يعني ابتكار خدمات جديدة، لأنه المقاربة المؤسساتية عالميا بينت المحدودية ديالها، بينت أنه عدم النجاعة ديالها إلا فيما يخص للمسنين اللي ما عندهمش سند عائلي، وبينت الإحصائيات ديال المندوبية السامية للتخطيط بأنه 6% اللي ما عندهمش يعني سند عائلي. وهناك الآن مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين، وهناك إصلاح، هناك تشخيص، هناك منطق جديد للرعاية الاجتماعية اللي ربما ممكن تكلموا عليه. كده غنتكلم على المركز. وقبل ذلك سؤالك السيح وسباني، من خلال هذا النموذجين اللي شفنا في الروبورتاج، وأكيد أنه هذا فقط نموذجين، لأن يعني لا يمكن أن نقول بأن هذو هما اللي كي يعني اللي كي يمثلون يعني جميع المسنين والمسنات في المغرب، ولكن أسألك خصوصا في منطقة الحوز وفي العالم القروي بشكل عام. المسن أو المسنة، هل وصلت الدرجة ديال أنه التخلي عنه من طرف الأسرة؟ ما وصل إليه في المدن، على اعتبار أنه هناك من يقر بأنه كاين اختلاف درجة التخلي عن المسنين ما بين الوسط الحضري، نظرا لمجموعة من الإكراهات يعني اللي فيها ما هو موضوعي وفيها ما هو غير موضوعي، والعالم القروي اللي ربما يفترض أن مازال فيه بعض الروابط يعني المجتمعية والعائلية اللي ما كتخليش هذه الدرجة التخلي توصل لما وصلت إليه في مناطق حضارية. شكرا. الصورة التي رأينا الآن تختلف تماما. هذان رجلان حصلا على تقاعد. نحن لا نتكلم عن متقاعدين، هذه حاجة أخرى، نتكلم عن الذي ليس له تقاعد. الفلاح، الخضار، الجزار، النجار، مول الكروسة، تشوف في الدار البيضاء غادي نجرين، حنا عندنا كذلك، هذوك هما الفئة
حنا بالنسبه لنا الحزن داخل اللي ما كاينش، كاين الاسلام باقي الناس يحافظوا، ولكن كاين الفقر المدقع، الراجل ما عندوش، لانه حتى ولادو يعني حتى الجفاف كاين، حتى الا بغى يساعد باه حنا خصنا نساعدو باه. كي قال الدكتور تخلي ديال الدوله، حنا هاد المساله ما غاديش نهضروا فيها الى الف عام، حنا هضرنا على هاد الشيء وخدمنا عليه وراه حاضر معنا فيه، ودوزنا مع الوزارات السابقه وخرجنا الاستراتيجيه الوطنيه للمسنين اللي تتعطي حق باش اي مسن ما عنده تقاعد ما عنده والو ياخذ على الاقل حتى 13 فريال في الشهر، ودرنا لها الحساب وعرفنا من خر... وزير المالي قال لك ما عنديش، قلنا له بلاش الله يعاونك هاني ويخرجوا الفلوس، وعطينا من يخرجوا الفلوس وهذا بامر ديال جلاله الملك، ماشي جات هذه الاستراتيجيه هكاك، لانه حنا كتبنا يعني الرابطه تاع المساك السين سالفه مسوق في الحوز، كتبنا الحكومه السابقه 21 وزير ما جاوبوناش، الغرفه تاع ما جاوبوناش، كتبنا جلاله الملك على اثر اجتمعنا بغينا نديروا حزب ديال المسنين، المسنين قال لك حنا ما نديروا حزب، ولادنا ولد ولدي هذا ولدي الاربعه ديال تاعنا لبسوا شيلود، حنا واحد يتكلف بينا، قلنا شكون هاد الشخصيه في المغرب؟ قال لك جلاله الملك كتبنا ليه بحضر في هذا الصدد وصيفطناه ليه، وجاوبنا على طريق الوزاره ومشينا وتحضرت الاستراتيجيه ومحلول فيها المشاكل ومنيه تخلصوا، ولا بغيت نعطيك ارقام نعطيها لك، وها هي الاستراتيجيه الوطنيه وتعرضت في مجلس حكومي ما عرفت واش تردت ولا تقبلات، وحنا نعاودوا نجيو ونمحيو السبوره ونعاودوا نبداو ثاني تناسبوا حتى كاع يموتوا هاد المسنين. حنا الحوز باقي متشبثين بالاسلام رغم الفقر رغم كل شيء باقي شاد، ولكن بغينا المعاونه المساعده ديال من؟ ديال هذاك اللي ما عندوش تقاعد، وحتى في المدينه تمني واحد عار تشوف واحد في السوق غادي يجر الكروسه ولحيته بيضاء ومحدوده بالظهر، لا في الدار البيضاء لا في مراكش لا في فاس لا في مكاس وكان لا وفينا يا هادوك الناس اللي خصهم الرعايه، اما المتقاعد بحالي انا بركه شي بسمك ارى لي اللي ما شديش الدوال وكاع، وهذاك كيف قال لنا وزير الماليه قال لك هذاك المتقاعد تنقل تنقل العلوم من اجارته باش عطينا هذاك التقاعد، يا سيدي هذاك الفلاح حتى هو راه من نهار عنده هذا التلحق 20 مع الضف هذاك ملي عنده 7 سنين وهو تياخذ من الدجاجه تيخلصها في السوق تمشي للصرف يعني خدام من الطفوله خدام من الطفوله حتى للشيخوخه عطى اكثر من اللي عطى الموظف وردوا ليه شويه. اذا الصوره حقيقه بالنسبه لسولتين الحوز حنا باقي العرف الاسلامي باقي التكافل الاجتماعي، ولكن راه ما بيدينا حيله. غنسول السيده لطيفه فياض في هذه النقطه دائما اللي شرح لي حسباني وشرح لي بعض الاخوان هو هذا الاكراه، يعني الدور ديال الدوله اكيد انه ثابت يعني في صيانه حقوق جميع المغاربه والمغربيات من اطفالا وشيوخا وشبابا وغيرهم، ولكن فيما يتعلق بالدور الاسره كيف يمكن التوفيق ما بين هاد بعض القيم اللي تكلموا عليها بعض الاخوان اللي مازال ديال التضامن وهذا والاكراهات ديال الحياه العصريه كتولي الى حد ما كيولي الشخص المسن يعني عالى على الاسره عوض ان يكون يعني مصدر ديال السلطه اللي شرح لي الاستاذ قبل ذلك ولا مصدر الاحترام. قبل الاجابه على هذا السؤال استاذ، اولا لابد اننا نرفعوا واحد اللبس هو ان الناس كيخلطوا بين المتقاعد والمسن. الناس المسنين راه داخلين فيهم حتى المتقاعدين، هما الناس اللي كيفوق السن ديالهم 60 سنه. المتقاعدين النسبه ديالهم في المغرب 20%، اما المسنون فهما البقيه هما 80%. يعني المتقاعدين 20% من المسنين. من المسنين. قبل ما نجاوب على السؤال لابد ما نعلق على الروبورتاج. اولا كاين واحد الهجره اللي ربما غير معروفه، هي هجره معاكسه. حنا كنشتغلوا في البوادي، دابا ولاو الناس المتقاعدين المسنين بصفه عامه، وحنا كنعتبرهم حكمائنا. شويه هذه الكلمه ديال مسن عاجز كذا كيبان لي على انها تسميه قدحيه في حق هاد الناس. هاد الناس هما حكمائنا، هما الناس اللي خصنا نكنوا لهم كل احترام كل تقدير. كاينه هجره معاكسه، دابا المدن الغلاء المعيشه فيها ولاو متقاعدين اللي عندهم يعني الراتب الشهري ضئيل كيرجعوا للباديه كيشتغلوا بحال اللي شفنا على السيد اللي اصبح فلاح وهو متقاعد. كذلك في الروبورتاج كاين الناس الجاليه المغربيه اللي اليوم انا كنوجه لهم تحيه طيبه لانهم استطاعوا انهم يحافظوا على هويتهم
وعلى ثقافتهم وعلى صورتهم، واستطاعوا انهم يمدوا جسور التواصل والتقارب بين ابنائهم وبين الوطن الام. لهاد الناس هما عندهم مشاكل من نوع اخر، المتقاعدين بهولندا، لونسيف فرنسا الى اخره. اللي كاين باش نجاوبك على السؤال سي جامع، هو ان الظاهر هو ان الاسلام يعني ما كاينش الشجاعه، بحال كنغطيو به داك الوضع ديال المسن او هذا الحكيم داخل الاسره ديالو. هاد الناس اللي هما داخل الاسره ديالهم راهما كيعانيوا المعاناه الكبيره. كاين اللي داخل الاسره من غير مراكز الرعايه الاجتماعيه، داخل الاسره الناس كيعانيوا، هاد المسنين كيعانيوا العنف اللفظي، كيعانيوا بعض المرات العنف الجسدي. في الدار البيضاء في بعض الجرائد كتبات على ان كاين مراه اللي ساجنينها الابناء ديالها 5 سنوات، يعني ولادها ب7 محامين عليها، يعني الدوله ما كتعرفش اشنو اللي واقع. مراه دابا في مراكش مسنه عندها 90 سنه تقدمت امام القضاء، فينا هو الجهاز القضائي وفينا هي المساعده القضائيه وفينا اللي المسنين ديالنا اللي هما حكمائنا في اخريات ايامهم كيعيشوا هذه الاوضاع الصعبه. اذا حنايا الاسلام طبعا هو ديننا، دين التكافل، دين التآزر، دين الاعتراف بالاخر، دين الاختلاف، الاعتراف بالاختلاف. ولكن المشكل اللي كاين هو ان بزاف ديال الاسر وبزاف ديال الابناء كيتخباو من مور الدين، وهذوك الناس المسنين راه واقع ما واقع لهم داخل البيوتات. يعني حنايا مثلا لا داخل المدن خصوصا ملي كيخرجوا الابناء كلهم كيمشيو للعمل، هذاك المسن راه مسكين كيعيش في سجن داخل البيت ديالو في عزله، شكون اللي يهضر معاه؟ شكون ابنائنا دابا الجيل ما كنربيوش وليداتنا على انهم يتواصلوا مع دوك الناس. الاغلبيه دابا ديال الشباب ما بقاش داك التواصل الجيل ديالنا، حنايا كنا الجده والجد والاحترام وكذا، وليداتنا الاغلبيه فيهم ما مربينش على مناهج، يعني عندهم مشكل في التواصل مع والديه، ما بقى غير جدوده. عندنا مشكل في المناهج الدراسيه، يعني هذا راه بحال اللي قلت يعني موضوع شائك طابو. مناهجنا الدراسيه جل الكتب يعني ما كتلقاش فيه لا الدور ديال الجدود داخل البيت، لا الدور ديال الناس الكبار ديالنا، لا يعني كاين قطيعه بين هاد الشريحه من الناس الحكماء ديالنا وبين الاجيال اللي هي صاعده واللي هي هذا، وهذا يعني راح يفحقهم. نعم استاذ ريحه، ما عرفتش واش عندك شي تعليق على شي فكره من اللي سمعت؟ انا فعلا عندي تعليق، واللي طارني هما اصحاب الحقوق، اي اصحاب الفئه ديال المسنين اللي عبروا ببعض الكلمات اللي انا عندي 100 دلاله من الناحيه الحقوقيه. مثلا اول ما عبر قال كلمه الكرامه، ان الكرامه ما موجوداش. وحنا توجه في المجلس الوطني ولا في الهيئات الحقوقيه ان تناول هذه الاشكاليه ديال المسنين ما خصش تناول من ناحيه عاطفيه ولا من ناحيه الشفقه، وانما تناول بالمقاربه الحقوقيه ديال ان الدوله مسؤوله على ضمان حقوق هذه الفئه. ما نبقاوش نقولوا شفقه ولا تضامن ولا لا، الدوله مسؤوله وهذه الدوله عندها وهذه الفئه عندها واحد المجموعه من الحقوق. الوقت اللي قال الكرامه راه ملي بدا الاعلان العالمي لحقوق الانسان كان اول فصل هو الكرامه، معنى اللي كيمس جميع الحقوق. وحنا هذه الفئه ما خصناش نفصلوها ولو انها ضمن الفئات الهشه على باقي الفئات الاخرى انها تمتع بكامل الحقوق اللي كتضمن لها الكرامه. استعمل ايضا كلمه اخرى اللي هي ان الدوله رجعت كتعامل معايا كرقم، على فين هي انسانيتي؟ فين هو وجودي كانسان؟ الوقت اللي الدوله غتنكر لي وما غاديش تضمن لي الاشياء اللي بها غادي تعترف بانسانيتي. ايضا استعمل كلمه على انه انا حاب نعيش شيخوخه هادئه. هاد الشيخوخه الهادئه شكون اللي ممكن انه يضمن له هاد الشيخوخه الهادئه؟ هي الدوله والاستراتيجيه اللي غتفعل اللي غتعطيه الامكانيه ديال انه يقدر يتمتع. وهنا ربما في الروبورتاج وحده قالت على انه الا شفنا التجربه ديال الاجانب كيفاش كيعيشوا الى اخره. الان راه في المغرب كنشوفوا شحال ديال الحافلات كيجيو بالمئات ديال المسنين اللي باقيين كيعيشوا حياتهم كشباب، ربما كيعيشوا واحد الحياه اللي ربما الشباب ما كيعيشوهاش. علاش؟ لان دولتهم معترفه بهم كفئه كانسان، ما عاملاش ذاك الميز حسب السن. وبالتالي
انا كنقول على انه هذا التمييز وهذا الاجحاف وهذا التهميش كيزداد حسب الفئات. مساله اخرى طرحت قضيه القريه، علاش السؤال اللي طرحتيه الاستاذ غير واحد التوضيح على انه راه هذا الاهتمام بهذه المؤسسات اللي طرحها السي عزيزي انها موجوده في المجال الحضري، المجال القروي راه ما كاينش، وبالتالي كتولي الفقر، الاميه، عدم وجود اماكن فين ممكن، هذا معناه الموت التدريجي. السيد عزيزي انا بغيت للتوضيح هو انه المشروع الاستراتيجيه اللي قدمه هو انه كانت استراتيجيه فعلا كانت تقدم في مجلس الحكومه ولكن لم يصادق عليها. في الحكومه السابقه تقدمت في 2010 ولكن الان احنا في 2014 هناك دستور جديد، هناك برامج جديده، هناك برنامج حكومي جديد. اللي قلتي بانه تمسح السبوره، ابدا حتى شي واحد ما تمسح السبوره، بالعكس هناك تثمين مبادرات وهناك برامج استراتيجيه مهمه، هناك اوراش كبيره الان تهم الاشخاص المسنين. ورش التقاعد هو ورش استراتيجي ومهم، الورش ديال المنظومه الصحيه اللي ماشي غير تتهم فقط انخفاض في ثمن الادويه ولكن كذلك للمرافق الصحيه اللي والوحدات ديال طب الشيخوخه اللي هما في جميع المستشفيات اللي المستشفيات الجامعيه. ثانيا الاوراش ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي اهمت واحد العدد ديال المناطق فيما يخص المراكز، كذلك فيما يخص برامج محاربه الفقر. وهناك كذلك عدة برامج على مستوى وزارة الثقافة كذلك في البرامج المدرسية. على مستوى القطب الاجتماعي هناك كذلك برامج مهمة اللي حضرتوا معنا اليوم، هناك حملات تحسيسية مهمة ديال الناس، مثلا الناس الكبار في نصدر، لأنه تنحاولوا أنه نبينوا بأنه المكان الطبيعي للمسن هو الأسرة دياله. ثانيا هناك كذلك حملات اخرى، مثلا بحال اللي درنا في شتاء 2014 ديال المسنين بدون ماوى، واللي بهذه المناسبه اولا تنشكر كل من ساهم في هذه الحمله من فعاليات المجتمع المدني اللي ممكن يقدموا شهادات اللي هما حالات كانت معزوله وبفضل هذه الحمله كان ادماجها ماشي في المراكز ولكن في الاسر ديالهم. وهناك اصلاح اخر اللي تنقوموا به هو اصلاح منظومه المراكز الرعايه الاجتماعيه، لانه بناء على تشخيص وهذا التشخيص جمع جميع الفئات ومن بين اهم الفئات يوم من بين هذه الفئات ديال الاشخاص المسنين، واللي كنت نظم يوم دراسي فهنا في الدار البيضاء شاركوا فيه جميع الفاعلين منهم الاخوان، واللي بين بانه هذه المنظومه ديال اصلاح المراكز الاجتماعيه غنبنيو على منطق جديد ديال الرعايه الاجتماعيه. كما قالوا الاخوان هو انه هذه المراكز ماشي فقط غير اكل وشرب ويعني التغذيه غير ذلك، ولكن سله من خدمات جديده اجتماعيه نفسيه وكذلك انفتاح على المحيط الخارجي. غادي نسول الدكتور الودغيري، غادي نعطيك التعقيب السيد ديالي، بغيت نسول بدايه السيد الودغيري من خلال العمل ديالكم الجولات اللي كتقوموا بها يعني في عدد من المناطق من المغرب، واش لمستوا يعني نوع من التحسن في ظل هذه الخطوات والاجراءات اللي تكلم عليها السيد عزيزي؟ نعم، هي يعني الجولات اللي قامت بها الجمعيات علوم الشيخ وامل كانت تهتم خصوصا بدور رعايه المسنين تقريبا في جرنا 11 يعني رعايه المنازل ديال رعايه المسنين او دور المسنين، باش نشوفوا الحاله الاجتماعيه والحاله الصحيه ديالهم. يعني كانت الاهتمام ديالنا منكب خصوصا على هذا الجانب رعايه المسنين في هذه المراكز. ندخلوا في التفاصيل اللي بغيتي، واش ندخلوا في التفاصيل الارقام؟ غير عموما، لا غير عموما الخلاصه اللي عموما باش ناكد على واحد المساله اللي تكلمنا على الاسره. فعلا الاسره المكان الطبيعي ديال الشخص المسن هو الاسره، متفقين حتى حد ما كيجادل في هذه المساله هذه. ولكن السؤال شنو كنقدموا لهذه الاسره هذه؟ شنو قدمنا لها كمواكبه نفسيه، كمواكبه معنويه، كدعم مادي؟ لان مزيان نقولوا بان المكان الطبيعي هي الاسره، مزيان كنا متفقين على المساله، ولكن عمليا هنا فين كاين المشكل؟ حنا كاطباء كفاعلين جمعويين كنشوفوا المعاناه ديال الاسره، وخصوصا الاسره اللي عندها شخص مسن مريض. وندخلوا اكثر في التفاصيل، الناس مع التقدم في السن، باش نجبد واحد الموضوع اللي كنتمنى ان شاء الله السي جامعه تطرق ليه، هو مرض الزهايمر. لان حاليا ولا معضله، الارقام حاليا
كتشير تقريبا 100,000 حاله في المغرب، ربما اكثر، ربما مضاعف هذا الرقم هذا. فانا غير اونتر بارونتيز بين قوسين، فالمعاناه اللي كيعيشوا هذه الاسر هذه مع هذه المرضى كمثال، كذلك المرضى المسنين اللي فقدوا الاستقلاليه ديالهم اللي عندهم خصهم رعايه صحيه، فهاد الاسره طالبه انها تكفل فيه اجتماعيا وصحيا وماديا، ما يمكنش. كنا كنتكلموا انه مراكز رعايه المسنين في واحد الوقت ما كانتش خاصها تكون في المغرب، ولكن حاليا نظرا للتغيرات الاجتماعيه والديموغرافيه اصبحت ضروريه. اصبحت ضروريه علاش؟ واحد الفئه من المسنين اللي هما فعلا ما عندهمش ماوى، ما عندهمش دخل، بين عايشين ضحى كيلقاو راسهم في الشارع، وكذلك واحد الفئه من المسنين اللي خاصهم واحد الرعايه صحيه قويه ومجهده وكثيره، خاصها طاقم طبي مختص اللي غيتكلف بها. انا عندي الناس كثر اللي كيجيو كيقول لك مستعدين نخلصوا اللي طلبتي منا، على اساس تكون واحد الشخص اللي تكون عنده رعايه صحيه متكامله ويلقى راحته، لان الناس اللي ما كيبقاوش يتحركوا كيوليو خاصهم الاكل، التغذيه تكون يعني ملائمه، خاص الترويض، خاص الجانب النفسي، خاص خاص خاص، ما يمكنش هادشي نطلبوا من الاسره. فهذا غير المساله ديال الاسره اللي كناكدوا عليها، انه فعلا الانسان اللي شخص مسن اللي معيش ما عندوش مشكل مزيان يبقى متوجه مع وليداته ومع عائلته مزيان، هذا جانب نفسي مهم، ولكن الناس اللي يعني محتاجين رعايه صحيه واللي فقدوا الاستقلاليه ديالهم، هاد المراكز هذه ديال الرعايه كيف ما كاين في الدول الاوروبيه، فعلا نتفق معك السي عزيز ان حاليا تم اعاده النظر في هذه المراكز هذه، ولا ان كيفضلوا انها تكون يعني التطبيب او الرعايه الصحيه في المنزل. كاين طرق اللي يمكن نتكلموا عليها. وكان اليوم صدر واحد المؤشر عالمي ديال الدول، كيصنف الدول على حساب يعني الدول التي يعيش فيها المسنون يعني بشكل افضل، في 10 ديال الدول الاولى هذه كلها من اوروبا من الغرب زائد استراليا واليابان، والمغرب كان في المرتبه كنظن 83 على 86 83 على 96 دوله. نعم. الى من، ولكن فقط المعيار ماشي فقط يعني كما تكلمت يعني المراكز وهذا، ولكن كاين مجموعه ديال المعايير التي يعتمد عليها. انا غير نشوف استاذ ديالمي ربما عنده شي تعقيب على شي فكره قبل قليل. غادي نرجع لك السي حسين. طبعا دائما بصدد ما عرفتش واش متفق انت على هذه القضيه انه المكان الطبيعي للمسن هو الاسره، واش ما فيهاش واحد النوع ديال الاستقاله ديال طرف معين؟ هذا هو النقطه اللي بغيت ندخل فيها بالضبط. المكان الطبيعي للمسن هو العائله ليس الاسره، هناك فرق بين العائله والاسره. نتوهم ان الاسره امتداد للعائله في التاريخ، الحقيقه هذا خطا كبير، لان العائله شيء والاسره شيء. العائله معنا منزل كبير وفي تساكل لاجيال ثلاثه على الاقل، جيل الجد وجيل الاب وجيل الحفيد، كلهم ساكنين في نفس المنزل، والنساء لا يعملن، فإذا تكلفنا بالمرضى وبالمسنين. حينما ننتقل للأسرة نعني الأسرة النووية، فيها زوج وزوجة ولهما طفلان يعيشان في شقة فيها صالون وغرفتين، أين سيسكن هذا المسن؟ ومن سيتكلف؟ هذا مشكل. من سيتكلف به؟ المرأة تعمل مثلا خارج البيت، فلهذا الأسرة ليست هي المكان الطبيعي للمسن. إما نضمن له سكنا مستقلا قائم بذاته، والأقارب في العائلة الممتدة يمدن له مساعدات، هبات مادية أو خدمات. هذا شيء موجود في المغرب، ما كاينش تساكن، بل أن المسن يسكن لوحده والآخرون يقدمون له هبات مالية أو خدمات منزلية أو خدمات خارج البيت. إذا كان هذا ممكن فجميل، قد يعالج الأمر. نعم، لكن حينما لا يكون الأمر ممكنا، من الأسرة أصبحت اليوم عاجزة ببنيتها ووظائفها على احتضان المسن، لا بد من المؤسسة، أن نتوجه إلى إحداث مؤسسات حديثة. لا نسميها دار العجزة، حتى تسمية الدار العجزة فيها قدح. عاجز، عجزة من العجز. لا نسميها الخيرية، أن هذا الإنسان المسن موضوع شفقة، موضوع صدقة، موضوع إحسان. لا، هذه دور قائمة بذاتها، تحتضن المسن وتحترمه وتعامله كإنسان له حقوق وله كرامة. هذه أشياء لا بد من التفكير فيها، وهذه صيرورة حتمية. إذن لا بد من إحداث هذه البنيات المؤسساتية،
طبعا المسن اللي عنده امكانيات باش يشارك ماديا فيها مزيان، لكن معظم المسنين ما عندهمش امكانيات، فلهذا دور الدوله قائم دائما دائما، لان معظم المسنين معوزين. استاذ ريحة عندك شي تعليق؟ فعلا عندي تعليق. انا ملي كنتحدث على المسنين اللي هما مع العائله وعندهم العائله انها مثلا قادره باش تكفل عليهم، هادو ما طرحينش مشكل. اللي طرحين مشكل كما قال تطرق له الاستاذ ديال مي، هما اللي ما عندهمش اسر واللي كيضطروا انه يمشيو لهاد المؤسسات، وبالتالي ما عندهمش عائله انهم الفرق بين العائله نعم والاسره، انهم كيضطروا انهم يمشيو لهاد المؤسسات. ملي كنجيو وطرحها سي ايت عزيزي على انه هاد المؤسسات لا تضمن الشروط الدنيا للعيش الكريم ديال هاد الاشخاص، وبالتالي راها من خلال تقرير اللي غادي يتعرض خلال هاد الايام ديال المجلس الوطني بين على انه فعلا كاين نقاط سوداء اللي ضروري ان الدوله تحمل مسؤوليتها فيها. هاد المراكز هذه فيها واحد المجموعه من المشاكل، ماشي غير التغذيه السليمه اللي قال عليها الاستاذ غير موجوده، ما موجوداش حتى السلامه الجسديه ولا التطبيب منعدين، وبالتالي حتى المتابعه الخاصه بهاد الملفات ديال المسنين راه ما موجوداش. والابسط دليل اننا بغينا نمشيو، جانا خبر ديال المجموعه ديال الوفيات ومشينا للتحقيق في دار المؤسسه ديال المسنين، فوجدنا على انه الملفات فارغه. هذا شنو كيدل؟ لان هاد المؤسسات ما عندهاش متدخل واحد، هنا في المشكل، عندها اكثر من متدخل، وبالتالي حتى الى جينا للمنطق المحاسبه ديال اللي هما مسؤولين عندك بزاف ديال المتدخلين، ما عندكش اللي غادي تحاسب، وبالتالي هاد المؤسسات هذه خصها اعاده النظر بشكل جذري، وهي اولويه، لان ما يمكنش نتحدثوا على الفئات الهشه اللي كتنتهك حقوقها. لقينا ناس كيتعرضوا للضرب والتعذيب، لقينا واحد النوع من الخليط ذوي الاعاقه مع اللي عندهم امراض عقليه، مع اللي عندهم اللي هما اطفال اللي مازالين صغار وعندهم اعاقه، معنا ماشي هي مسميه دار ديال المسنين، ولكن هي خليط من الفئات. طلبت السي عزيز بنين الكلمه، عنده شي تعقيب وقيل؟ عندي تعقيب. اولا بعدا هذا الشيء ديال المسنين ما خصش لا اجتماعات ولا طاوله مسنيه، خص العزيمه والاراده، وهذا العزيمه خص عند الوزاره. حنا تنعرفوا دار العجزه بعد ما تخرج فيها هذيك لا تقبل، ما كاينش دار العجزه، حنا ما عندنا لا في ديننا ولا في القانون، ولكن ربما اصبحت واقعا. لا 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 تقبل بواقع يضر بنا. لا، القانون تيعطي ذوك اللي بغا يورثوه، يعني ولاد خوالو اللي بغا يجيو الى ما تيورثوه، هذوك يتحملوا المسؤوليه ديال الشيخ ديالهم. هذا من جهه، من جهه اخرى الاسلام حتى هو كذلك، القانون كذلك. اللي بغينا نهضروا عليه حنايا دابا هو هذه القضيه ديال فينا هي الاراده، لانه هذه القضيه ديال المساله ديال الحق ديال المسن، اولا الحق في الكرامه حنا تكلمنا عليه، هذاك ضروري ما فيه شيء، ولكن تيخصو الحق في الامن الغذائي. هذا الامن الغذائي خصو حواله شهريه، هذاك اللي ذاك اللي بغى يكون في دارو خصو دي زاسيستون سوسيال، هذوك اللي جيرياتر راه وزيره ديال الصحه كونات دي جيرياتر، وجابوا الدوسي وملي في الدوت كي عطاوه ليها وشدات عليه وزادت حالها. ها الدكتور، هادو حنا فرحنا هذيك الساعه قلنا الحمد لله هذه الوزيره راه دار دي جيرياتر، الا تفرقوا ماشي 15، الا تفرقوا على 15 ولا 10، قلنا غادي تفرقوا على زوبيتو، لانه حنا باش نطالبوا تنطالبوا ماشي يعطيو الفلوس، وغير قرار ديال الوزير يسني عليه، غير يسني يقول اسيدي اون جيرياتري عندنا في مراكش في المامونيه، اون جيرياتري في الدار البيضاء، ويسني عليها وغادي يخصو واحد القسم، وحنا راه الجماعات المحليه تعاون معاه، كلشي تعاون معاه. الا قال لنا بنيو قسم ديال ان جيرياتر في الحوز، انا نبنيه كجماعه محليه، والاخر وراه المغرب كله، ولكن باش هذاك المسن كاين البيدياتري وتكون حدايا الجيرياتري، والمسن بحال البيبي راه تيدخل 16 مرض، 16 سايز مالادي، 16 مرض باش يدخل، ولكن
ما يلقى ينهضوا فيه، هو احتاج الرعايه. اذا لابد من هذا من جهه، من جهه اخرى ليزاسيسيون سوسيال علاش ندير لهم؟ هذوك راه هما اللي خصهم يمشيو للديور ويقابلوا هذيك هما العريفات القديما، ولكن حاليا هما اللي بغاو يقابلوا المسن في الدار ديالهم. او المسن في الباديه ولا في كل حاجه اللي ما عنده شيء او في المدينه بالناس، ما تهضرش على مولي على مولي التقاعد بحالي، لا اللي ما عندوش تعطاه حوالي. ونقول لك قضيه، احنا اقترحنا على وزير، قلنا له اسأ مع الوزير، احنا المغاربه تنكميو مليار ديال السجائر في العام، الى زدنا سنتيم في كل سيجاره ها انت ربحتي مليار باش تخلص سنويا. ما فيها باس، ما كاينش يبغى هذه بلاد. وكاين مسائل اخرى، كاين مثلا مسائل اخرى. غادي نوصل للمقترحات، غنوصل للمقترحات. ربما السيد عزيز عنده شي غير التوضيح فيما يخص، التوضيح فقط فيما يخص تشخيص المؤسسات. فغير الاشاره هو انه الوزاره قامت بتشخيص في 2012 المؤسسات ديال الاشخاص المسنين، وهذا التشخيص قدمته السيده الوزيره في جونفي 2013، ووصل على واحد المجموعه ديال 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 النتائج اللي شروا لها الاخوان. ملي تنقولوا اصلاح المراكز يعني في الوزاره، اولا تنقولوا بانه غنقولوا منطق جديد للتكفل، منطق جديد للتكفل اللي غيكونوا فيه مراكز نهاريه، مراكز مساعدات اجتماعيات للدعم ديال الاسر يعني في الوسط الطبيعي، كذلك المراكز ديال المسنين. وملي تنقول القانون هو انه حاليا راه كاين تقريبا شي 61 مركز، جلهم 39 هما مطابقين للقانون 1405 ديال تدبير وتسيير مؤسسات الرعايه الاجتماعيه. يعني فيهم الشروط الضروريه اللي كرامه اللي تكلمنا عليها. الشروط الضروريه بطبيعه الحال، الشروط الضروريه اللي كاينين في القانون. ولكن الان في اطار المخطط التشريعي للحكومه هناك اصلاح لهذا القانون 1405. وفي الاصلاح القانون ديال 1405 غنرجعوا هذه القضايا اللي قالوا الاخوان ديال يعني فيما يخص الرعايه النفسيه، الرعايه الاجتماعيه، قانون المساعدات الاجتماعيات والمعاملين الاجتماعيين هو كذلك في مخطط تشريعي للحكومه، والوزاره تشتغل على قانون. اذا هناك اوراش، يعني الحمد لله انه في المغرب احنا كلنا متفقين على التشخيص، ولكن هناك اوراش للاصلاح، هناك قوانين 1405، هناك قانون اصلاح العاملين الاجتماعيين، هناك الاوراش اللي تقوم بها الحكومه، هناك الان احداث المجلس الاستشاري للاسره والطفوله. وبالمناسبه السي الودغيري كان في اللجنه العلميه اللي دارت عمليه انصات، وبهذه المناسبه نشكر جميع الجمعيات المجتمع المدني اللي رسلوا المبادرات ديالهم ورسلوا الاقتراحات ديالهم وانتظارات اليوم ديال المجلس، ودمجتهم هذه اللجنه العلميه، واللي الان مشروع القانون ربما غيجيب قيمه مضافه. نعم. من حيث تتبع السياسات العموميه. نشير كذلك انه هذا القانون في اطار المخطط التشريعي اللي شرفت عليه الوزاره، فانه القانون تقريبا جاهز وتم ايداعه. نعم. بالامانه العامه للحكومه. تكلمتي وتكلموا على المتدخلين على مراكز الرعايه الاجتماعيه، احنا بدورنا طاقم روبورتاج سي عبد اللطيف بن طلب ومكتب يعني القناه بمدينه اكادير قام بزياره المركز المتواجد بمدينة أكادير، وعادوا لنا بالروبورتاج التالي. تحت ظل هذه الشجرة الوارفة يقضي نزلاء دار الراحة في أكادير معظم نهارهم. عبد الرحمن أحد المقيمين فيها، شيخ بلغ في عمره الثمانين، كان بحارا قبل أن يتعرض لكسر في رجله ليبدأ صفحة أخرى من حياته في هذه الدار. كنعس مزيان، نعس مزيان، كنتغدى، الغدا كيصوبوا لنا الماكله زوينه هاد الناس، ومع معاونين المحسنين حتى هما، اللحم ديما، الدجاج ديما، يعني متهلين فينا من داك الشيء. هذا هو اللي عطاني. لقيت ريحتي يا اخويا، اللهم لك الحمد. دابا كاع من جيت من السبيطار كيعملوا لنا الطبيبه هنا لا فيزيت نهار على خوه. الطونسيو الميزان من سيمانه لسيمانه. في دار الراحة بأكادير 42 مقيما من بينهم 19 امرأة نزلاء يستفيدون من المبيت والغذاء والتطبيب والرعاية الاجتماعية بصفة عامة. لقيت الراحة هنا مزيان، واكلين شاربين، ما خاصنا حتى خير، فراش الدواء وكل شيء، عندي القلب كنداوي دائما الدواء القلب كل نهار، والسكر الانسولين دائما كل نهار، ما عمر خطاني شي دواء، عطا الله الخير برشا الله،
وهاد الناس اللي عمرها دار كلشي مزيانين، كلشي مزيانين معنا. قلت الصحة والإمكانيات ما كايناش وهذا، باش جيت هنا الحمد لله بخير وعلى خير دابا. حسنت الأم ولي خير. تعيان شوية بزاف وكذا وكان الإمكانيات ديال العلاج وداكشي ما كانش عندي وهذا، والظروف ديال الحالة الاجتماعية ديال العائلة ماشي سميتو وهذا، وجيت لهنا الحمد لله. هذا يجيكم بخير وعلى خير. في جهة سوس مسا درعت ثلاث مؤسسات فقط لرعاية الأشخاص المسنين، ما يجعل دار الراحة بأكادير تستقبلهم من عدة أقاليم منذ أكثر من 50 سنة. دار تحظى بدعم من عدة مؤسسات حكومية وجمعوية. كاين اللي ما عندوش الأولاد، كاين اللي كبر في السن ولقى راسو بوحدو ما عنده اللي يهزو وجهتنا، أولا كاين الناس اللي تتشوفوا هنايا عندنا كاين معاقين ذهنيا أو معاقين جسديا وما عندهم اللي غيتكلف بهم. شروط الاستقبال هو ما يكونش عنده اللي يكون وليداته أو العائلة اللي مكلفة به، هذا هو الشرط الأساسي. إلا شي حد يشوف يعرف أن عنده شي إنسان في دار العجزة ما كان طلب منه والو إلا يجي زوره، لأن هاد الناس كيحتاجوا ديك الرعاية ديال الأسرة. وانا من هذا المنبر تنطلب الناس انهم يبقاو يجيو يزوروهم مره ماشي عيب، عيره باش يحيوا فيه ديك ان راه كاين شي انسان اللي تيفكر فيه. وهني نازلين هنا في ظروف صعبه، ماشي لخاطرهم، عنده كل واحد عنده ظروف اجتماعيه ديالو خاصه، خصك تتعامل معاه بالطريقه انه من تتعتبره انه هو بحال والديك، خصك تتعامل معاه انه والديك، وما يمكنش تتعامل مع والديك بالقسوه، يعني بواحد القسوه هذا تتحاول يعني وخا تنفس عليه، يعني تخفف عليه داك الحرمان ديالو ديال الاسره وديال العائله. توفير الاحتياجات اليوميه من مبيت وماكل ومشرب قد تبدو امورا في المتناول، بيد ان توفير الحنان والمشاعر الانسانيه هو المطمح الأكبر ليعيش المسنون لحظاتهم المتبقية في الدفء والسكينة والاطمئنان. أتمنى الحج ما يقدر يمشي لي، واخا كاع يقيدوني ما يقدر يمشي لي. نتمنى الراحة حتى نموت ونبرو صافي شوية وصافي نعدي وصافي. ودينا هنا كنتسناو ساعتنا في دين الله، حنا بحال الإخوان الآخرين كانوا هنا فاتوا كلهم كيتسناو النوبة ديالهم. هذه هي الأمنية ديالي. ما بقات حتى شي حاجه معمره ليا راسي في هذه الدنيا صافي، واللي درني هو بغيت نشوف العائله ديالي صافي. خليت وليداتهم صغار ودابا راهي كبروا كل واحد كيفاش ناهو، بغيت غير نحي معاهم في سنة راهي بعد النهار اللي موت بنادم قلبو صافي. سيدة رياحة، ربما رغم ما تكلم عليه السيد عزيزي وربما ما ورد في الروبورتاج بمجهودات، ولكن كتبقى ربما في آخر المطاف أناس ينتظرون الموت. أنا كنت نتمنى معنا مع هذا الروبورتاج يكون روبورتاج آخر اللي كيبين عاود دار المسنين التي لا تحترم القانون 1405 اللي قال عليها السي عزيزي، باش نعرفوا فعلا الفرق على أنه كاين تجارب ناجحة وكاين جمعيات اللي قدرات على انها في هذه المؤسسات يكون تطور، ولكن كاينين مؤسسات اخرى اللي هذا الشيء اللي قالوا عليه كلهم هاد الافراد ما متوفرش حتى شروط الدنيا فيه. وانا كنشوف هذا الروبورتاج كنستحضر هاد كاين عاوتاني الحديث امام الكاميرا، ماشي هو الحديث بدون كاميرا لا ولو، لان غير من طريقه ديال الفراش وطريقه ديال هذا راه كاين اختلاف، لان في الوقت اللي كنشوفوا في دور ديال المسنين الاخرين انهم كلهم جالسين على الارض، في حين ان المشكل اللي كاين ان هذه الجمعيات اللي هي كتسير هذه المؤسسات راه هنا فين كاين الخلل، هي كتبدا المجهود وكاين تجارب اللي هي متفاوته، راه المساله خاصها تمأسس ويكون كيسيرها واحد الطاقم اللي هو يكون عنده المصداقيه، معنا فيه ناس متخصصين اطباء ناس اللي عندهم هذا الحس وقادرين باش يديروا هذه المراقبه هذه. اللي طارني ايضا هو انه كنستحضر الزيارات اللي قمنا بها، فدائما كنقول على انه انا مازال كنشوف ناس اللي ربما الماء ما كانش جاهم تقريبا ما غسلوش 6 شهور، وكاينين مسنين اللي هما كيديروا ليكوش وبالتالي يومين كيبقاو بها نهار،
اللي كيقابلوا هاد الناس راه ما عندهمش تكوين، ما عندهمش تكوين اللي كيراعي خصوصيات هاد الفئه. وما يمكنش الواحد اللي كان هو مستفيد من الدار ما عنده حتى تكوين هو اللي غادي يولي كيقابلهم. شنو كيولي الطريقه باش كيمكن يقابل هاد الافراد؟ كيقابلهم بالعنف، كيقابلهم بطريقه اخرى. بالتالي طالب انه ما كايناش واحد السياسه عموميه واضحه، ما نقولوش على انه ايه كاينه استراتيجيه واش تفعلت ولا لا. غنقولوا كاينين دور المسنين واش محترمين الشروط الضروريه لكرامه الانسان، واش هاد الدور متوفرين؟ لان ملي شفنا احنا رحنا شفنا 49 مؤسسه وعملنا استمارات مدققه، اعتمدنا التشخيص اللي كان عند الوزاره، اعتمدنا حتى هو كمنطلق اول، ولكن ضروري ان الدوله تحمل مسؤوليتها بالنسبه لان اغلبيه الناس راهم كيجيو كيلقاوهم مشردين من الشارع. وكاين مساله اخرى اللي بغيت نشير لها وهنا فين كاين الخطوره، انا متفقه مع الاساتذه على انه احنا مجتمع متضامن اسلامي الى اخره وكنحنوا على هاد الناس الى، ولكن راه ما كايناش مراقبه. المحسنين اكبر عدد ديال المحسنين اللي كيزور هاد المؤسسات هو كيزور المؤسسات ديال المسنين، كيمشيو الناس يغسلوا لهم يديو لهم الماكله، ولكن راه ما كايناش مراقبه صارمه وما كايناش. وحنا ما بغيناش نبقاو واقفين غير على هاد المحسنين، بغينا تولي مؤسسه فيها احترام لحقوق الانسان وحاضره فيها المقاربه اللي كتراعي مصلحه هاد الافراد. نشوفوا السيده لطيف. نعم قلت استاذه هو انهم اللي وضعنا التشخيص بطبيعه الحال وقفنا على عدد المؤسسات اللي ما تتوفرش فيهم الشروط وحنا في صيروره. في السنه الفارطه كان توقيع اتفاقيه شراكه مع هاد المراكز بالضبط، سواء اللي دعمتهم الوزاره والتعاون الوطني لتحسين جوده الخدمات. اليوم توقعت 30 اتفاقيه شراكه حوالي شي 4 مليون درهم لكل جلهم مسيري ديال مراكز الرعايه الاجتماعيه لتحسين الخدمات ديال هاد المراكز. وفيما يخص الموارد البشريه الاخوان اللي كانوا حاضروا معنا اليوم، فكانت لواحد الورش اللي هو التكوين ديال هذه الموارد البشريه. غنديروا الان خطه للتكوين استشرافيه، يعني التكوين ديال الناس اللي غيعرفوا هذه المقاربات ديال حقوق الانسان فيما يخص الرعايه، فيما يخص العنايه، فيما يخص الكرامه، فيما يخص حتى يعني كل اخذ بعين الاعتبار يعني الحاجيات ديال الشخص المسن. وغتولي عندنا مراكز مرجعيه بمرجعيه المهن والوظائف، وغيولي عندنا تكوين مستمر لكل الموارد البشريه باش نضمنوا هذه السله ديال الخدمات اللي تستجيب لهذه المعايير ديال الكرامه. وربما الاخوان اللي حضروا في الورشات ديال التكوين، بالاضافه لهذه الخطه ديال التكوين، كما تعرفوا الاخوان فكان هناك حاجه للمعلومه، هناك كذلك مشروع لمرصد وطني لاوضاع الاشخاص المسنين باش ما نتسناوش حتى نديروا شي زياره ديال شي مركز عاد نجيبوا المعلومه، ولكن غيوليو معلومات بانتظام. مع المرصد كان تصريح السيد الوزير العام اللي فات بانه المرصد سير نوصلت 2014، ما عرفت فين وصل. لا سنه 2014 فعلا السيد الوزيره كانت صرحت السنه الفارطه، سنه 2014 كان الاشتغال. اولا شنا هاد المراصد في مختلف الدول، يعني فيما يخص المسنين تجارب، كذلك كان اشتغال داخلي وكانوا داروا يعني جلسات، حددنا الوظائف ديالهم اللي هو في الدراسات، المعلومات، في التحسيس، في انتاج المعرفه. وملي وجدنا هاد الارضيه وكتقليد الوزاره وكذلك كمرتكز في الاشتغال ديالها، اليوم عرضناها لجميع الفاعلين اللي ناقشوها، وعلى ضوء النقاشات ديال اليوم غنعاودوا نشتغلوا بناء على هاد الاقتراحات باش ملي يخرج هاد المرصد اولا سيستجيب الانتظارات كل الفاعلين وفق المقاربه التشاركيه اللي تنهجوها في جميع المشاريع ديال الوزاره. ربما نسر غير واحد التوضيح بالنسبه للمرصد. المرصد مثلا عاده فلسفه المراصد شنو هي؟ المراصد هي كترصد الخروقات اللي هي موجوده وكتتبع السياسات وعندها اليات ديال المراقبه. انا كنقول المرصد شكون اللي لازم انه يكون كيشرف عليه؟ كتشرف عليه المجتمع المدني، الناس الخبراء اللي هما ما يمكنش جهه اللي هي مسؤوله تكون ايضا مسؤوله على المرصد، من يحاسب من؟ اذا ربما دخلنا للمحور ديال الحلول ربما والمداخل ديال تجاوز الاختلالات اللي تكلم عليها كل واحد من موقعه. الان ربما كيفاش كتشوفوا كل واحد يعني كذلك من موقعه من مجال اشتغاله او مسؤوليته، كيفاش ممكن انه نعالجوا هاد الاختلالات؟ نبدا بك السيده فيا. اولا استاذ نعقب على الروبورتاج. اولا الروبورتاج راه وجوه شاحبه، واحد السيده وواحد السيد راه ما عندهمش سنان. يلا لاحظنا الجانب الطبي راه ما كاينش، الناس كيهضروا على الاكل والشرب
واش الناس مازال مسنين في هذاك السن كيهضروا على اننا كناكلوا مزيان وهذا؟ فينا هو الجانب الطبي؟ فينا هو الجانب النفسي؟ فينا هي المتابعه؟ حنا الصباح في وزاره التنميه الاجتماعيه السيد كيهضر لينا على ان واحد السيد خرج للتقاعد رجع عندهم من بعد سنه قال لك جاهم بحال هذا السيد تزاد في عمره 10 سنين. المتقاعد بنفسه اللي كيخرج للتقاعد راه خصو مصاحبه نفسيه، خصو متابعه، راه ماشي ساهل ان الانسان كيكون نشيط وواحد النهار كتجيه واحد الرساله كيقولوا ليه تفضل الله يعاونك، وبين قوسين نفتح القوس هنايا على الزياده في سن التقاعد، الناس ديال التعليم راه صعيب عليهم هذا اللي ما جربش القسم راه غادي يقول يزيدوا في سن التقاعد. اذا الناس في هذا الروبورتاج وجوههم شاحبه، باين عليهم انهم عيانين، باين عليهم انهم مهلوكين في صحتهم. فينا هي هذه الرعايه وفينا هما هذه المراكز؟ ثم ان العمل خصنا نشتغلوا على دو فولي، جوج ديال خصنا نشتغلوا على الجانب القانوني واللي كنعرفوا على ان المساطير معقده، ارادوز من البرلمان نرجع من هنا عاود من هنا الى اخره، وخصنا نشتغلوا اون دوا غاتخابي لو غوتار اللي درنا مع هاد الناس. خصنا نشتغلوا على الجانب الاجتماعي، هاد الناس خصهم يمشيوا للحج، هاد الناس اللي الفقراء اللي كنتصلوا بهم كيقول لك الله يخليك الا ما شوفي لنا وريق هاد الحج، واش وزاره الاوقاف ما عندهاش واحد العدد ديال ليبي باش تصيفط واحد المجموعه من الناس اللي هما فقراء للحج؟ وزاره الصحه خص المستشفيات تكون فيهم على الاقل دي بانو بيبليسيتير اسبقيه للمسنين، طوبيسات اللي كنا حنايا في عرفنا وفي جيلنا ان الا طلع شي حد للطوبيس مسن كنعطيوه البلاصه، دابا الشباب جالسين وواحد مسن ولا مراه مسنه واقف. هذه مسائل اللي خصها تكون عندها متابعه. نرجعوا لمراكز الاشخاص المسنين، هاد المراكز راه كتفتقر، يعني كنشجعوا الاسر على انهم يفكروا انهم يديو اباء. كاين اللي خداو ليه ولادو الملك ديالو داو حطوه امام المسجد، تداو الناس للمراكز. خصنا اعانات للاسر اللي كتحمل هذا العبء. حنا كنعرفوا على ان الاسر المغربيه كتعاني الفقر هي بنفسها، كتعاني الهشاشه. خصنا نديروا واحد الخطه واحد الدعم للاسر باش نعاونوهم على التكفل بهاد الاشخاص المسنين. الدوله راها خصها تكلف بهم، لان هاد الناس اللي عطاونا شباب وعطاونا اطور وعطاونا نجيو في اخر حياتهم ونتخلاو عليهم، هذا راه ماشي معقول. سيد ديالمي، انا عندي بعض الملاحظات اذا سمحتي. اول ملاحظه، الان قدمنا المسنين كضحايا، هذا واقع وهذه حقيقه، لكن للمسنين مسؤوليه كذلك. مسؤوليه المسنين انهم ينسحبون من الحياه بعد 60 70 سنه، ما كاينش الاخذ بزمن الامور، ما كاينش مبادره من طرفهم. فمثلا نتكلم عن تبلور مجتمع مدني في المغرب، جمعيات المتعلقه بالمسنين والمدار من طرف المسنين قليله جدا، والمسنون المنخرطون في الجمعيات قليلون جدا، ما كاينش انخراط في الجمعيات، اي اصحاب القضيه انفسهم غير منخرطين للدفاع عن قضيتهم. هذه ملاحظه اولى. ملاحظه ثانيه، في الريبورتاج تشوفوا ان فقط الانتباه الى الحاجات الاساسيه، اكل البدائيه، التطبيب الاوليه البدائيه تماما، لا نفكر في الهوايات ديال هذا المسن، واش تيدير الرياضه، واش تيسافر، واش تيقرا، لا، هذا الهم غائب تماما، تعتبر بحال شي لوكس، شيء اضافي. فلهذا تشبه ان المسن تيقضي اوقات الفراغ ديالو بشكل عام، وهذا حسب البحث اللي اجريناه في 2006، في العباده، في العبادات، الصلاة، تكثير من النوافل، طبعا لملء الوقت، ولأن هناك شعور بالقرب من النهاية من الموت، فالإنسان المسن يريد أن يطهر نفسه في انتظار لقاء ربه. إذن هذا التركيز على 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 التدين، على على العبادة، مؤشر أساسي على الحزن
على الموت قبل النهاية الفعلية، فإن باغي إذن أو تينعس وتيرتاح 32% ديال المسنين تذوقتم وقت المسنين تيدوز في النعاس وفي الراحة أو أمام التلفزة أو في العبادات. إذن خصنا نفكروا في أشياء أخرى، الأسفار، الرياضة، القراءة. طبعا من التوصية الأساسية توصيتان أساسيتان أو ثلاث توصيات. الأولى كما قيل مساعدة الأسر التي تتكفل بالمسنين، مساعدة مادية أساسا ومساعدة معنوية ونفسية. المسألة الثانية هي تحديد المؤسسات الراعية والحاضنة للمسنين وتوفير الشروط الملائمة لصلة كرامة المسنين. والشيء الأساسي اللي ما تحتاج فلوس نهاية الأمر، وأن هاد الناس هادو تشتكوا من قلة الزيارات ديال الأبناء ديال الحفظة، أي أن هنا لا بد من مطالبة الأبناء والحفظة بالحب، هناك ضرورة الحب. ما نعطيهم والو اللي ما عندناش، ماذا ما نعطيهم، لكن الحب يمكن نعطيهم الحب لهاد الناس هادو ونبين لهم أننا تنبغيوهم وأننا معاهم دائما بقلبنا وبكل جوارحنا. هذه مسألة أساسية ترفع معنوية المسن وجعله لا يندم على حياته وعلى أبنائه وعلى ما فعل. الحب مؤشر على اعتراف بالجميل وعلى احترام هذه الناس هذو، وهذه مسألة أساسية وضرورية لا يمكن أن نتجاهلها. سي عثماني، بالنسبة لي القضية ديال المسن كيف قلت خص الإرادة والعزيمة. حنا تنصفقوا كل حاجه زينه، حتى في الشتوى داروا تليفون قالوا لي لقى شي شيباني مسموع، فعلا لقيت واحد وهزيتو في الطوبل ديتو للتاع الوطني وقاموا الواجب. ولكن هذا الشيء ما يكفيش، اللي تيخص المسنين خصنا العداله. المسن اللي عنده 70 عام الى تقدم دعوه للمحكمه ما يقول فاش تيموت يخليه لولادو، يكون القضاء المستوى. واخا واحد وزير قال لي لا راه هذا غادي يولي نعم تمييز، غادي يولي تمييز. قلت له انا انت ما عندكش الايمينيتي، معني انت ما عندك ملي تزوي تلقوا لك جدار بيا الطريق ماشي تمييز، هذاك خصك توقف بحال بحال عباد الله، يلا جاك التمييز في البلاصه ديال المسن. اذا هذه تيخص المسن المساله ديالو الماديه، تهضر دائما على الماده، راه ما تيخص الجيرياتري. المسن الا مشى للسبيطار ما يمشي ينعس في الجيرياتري ويقابلوا ان جيرياتري. هذا شيء الا بغينا المسن. المسن خصو تعليم يكون برامج. حنا كنا تقراو لي جدات ونطر افوي، حنا عاليه من ابي ما بقاتش، خص يكون الدراري تيقراو باش يكون هذا النوع القيم اللي تكلم عليه السيد، نوع القيم اللي تكلم عليه الدكتور. بالقيم تبدا من الابتدائي، جداتي وجدي وهذا 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 وزيدوا. عندنا ثاني المساله ديال السكن الاجتماعي. حنا دابا لي زارشيتيكت كلشي ولا فرنساوي، كلشي ولا اوروبي غربي، ما بقاش حتى ما عندهم حتى لا شومبر دي بارون. فين بقات؟ ملي يجي يجيب لك الدوسي وتحل وتلقى فيه فيلا قداش وما تلقاش فيها لا شومبر دي بارون. خاص السكن المسنين في جميع البلديه، الى جاها ما فيه ديال المسن ما تسني عليه شيء، دير ليه رفي. غنرجع لكم الى بقى شي اضافه اخيره، ولكن نسمع السيد الغيري حتى هو والسيده رياحه في هذه المقترحات يعني لتجاوز الاختلالات اللي مازال كنتكلموا عليها. كنظن بالنسبه للمراكز الرعايه المسنين كاين اولويات. حاليا في 2014 يعني غير مقبول تماما ان نمشي لواحد مركز رعايه وكنلقوا فيه مسنين، كنلقوا فيه مرضى نفسيين، وكنلقوا فيه اطفال، وكنلقوا فيه متشردين. هذا الشيء موجود باقي عندنا في 2014 مع الاسف. تتمليل مراكش وزيد وجده وزيد، حنا شفنا هذا الشيء. هذا الشيء اللي كتشوفوا يعني وضعيه مأساوية اللي كيعيشوا الناس. هذه مساله ما غير مقبول انه باقي نلقاو هذا الخليط في الشكل، لان كل واحد والاحتياجات ديالو، كل واحد محتاج واحد الرعايه خاصه. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه كنتكلموا على القانون 1405، متفقين مزيان، ولكن شنو القانون 1405؟ كينظم قانون داخلي كيستقبل الاشخاص، هو ديال كيهتم بالرعايه بصفه عامه، فيها الاطفال، فيها المسنين، فيها المسنين. خاصنا نشوفوا الاحتياجات ديالو. ملي كنبنيو واحد المركز مزيان، نبنيو مركز نقي
كل شيء، ولكن ملي كنديروا البيت فيه 8 ولا 10 الناس واش كنحترموا الكرامه ديال الشخص المسن؟ ملي كنشوفوا يعني المرحاض او كندخلوا كنشوفوا باقي يعني كيف نقولوا الطواليت البلديه ولا كنلقاو شي مساله غير مقبوله، ملي كنشوف باقي الدروج ان المسن خصو يطلع في الدروج يمشي للمصحه، فهاد المسائل بحال هكا خصنا ناخذوا يعني معايير دوليه اللي كتستجيب للمعطيات ولا يعني الحاجيات ديال المسن. هذه مساله خص اعاده النظر حتى في القانون ديال البنايات وديال تقديم يعني الاحتياجات المسنين. مساله اخرى اللي مهمه كذلك، شنو شفنا من هذه المراكز هذه فعلا؟ وتحيه للناس اللي كيشتغلوا في هذه المراكز، لان فعلا كنطلبوا منهم شي مساله اللي هي خياليه. هاد الناس كيشتغلوا لان ما مكونينش في هذا المجال، هذا كيعطيوك اكثر من جهدهم، وتحيه لهم صراحه. اذا خاص هاد الناس محتاجين ماشي غير فقط ياكلوا ويشربوا وينعسوا كيف ما شفنا في الروبورتاج، فعلا كيف ما قالوا المتدخلين انه الشخص باقي يعيش واحد المده كبيره من الحياه ديالو. ونعطيك هذا سي جماعه غير واحد الامثله غير بعض الارقام، شفنا بان فقط 14% ديال الناس اللي في هاد المراكز باقي كيديروا شي حاجه في خلال اليوم ديالهم، الناس اخرين غير التلفازه والماكله والنعاس فقط. هذا 14% كاين اللي كيشويه كيدير شويه ديال لاكويزين، شويه ديال الجارديناج، بعد امور بسيطه باش يشغل الوقت ديالو. مساله اخرى واللي هي مهمه، تكلمنا على الزياره ديال الاقارب، لقينا بان فقط 40% ديال الناس اللي باقيين كيزورهم الاقارب ديالهم، وفعلا المساله دي مهمه. 60% متخلى عندهم، واكثر من هذا 32% ديال الناس اللي نزلاء عندهم اطفال عندهم ولادهم. 32% ديال الناس اللي فعندهم ماشي غير فقط يعني فقط فيها غير الناس اللي ما عندهمش مأوى، ولكن عندهم ابناء ولكن ما كيجيوش. اذا المساله اللي خصها رعايه اجتماعيه، خاص فعلا ان ذاك الناس تعطيهم اهميه لا من ناحيه الجانب الصحي، خاص تكوين اطباء ديال الطب العام في هذا المجال ديال رعايه المسنين. فعلا كاين بعض المراكز اللي كيجيو اطباء مره في الاسبوع او مره في الشهر، كاين واحد المجهود كيتقام، ولكن الاطباء غير مكونين في هذا المجال. هو التخصص تخصص بحال التخصص ديال طب الاطفال او التخصص الاخر. هذه المساله الاولى، المسنين محتاجين مختصين في الترويد، مختصين في الاكل. خليك السيد غير غنرجع لك في مداخله اخيره، الا بقى عندك شي اضافه تزيدها، ونبدا في اخر مداخلات بالسيده رياح الا بقى شي اضافه اكثر من هذا الشيء. انا بالنسبه للمسنين كنقول هي فئه هشه، ولكن راه كاينه فئه ديال النساء المسنات اللي هي ربما عندها اكثر. وهنا كنستحضر غير واحد العمل قامت به الجمعيه المغربيه الدفاع عن حقوق النساء بالنسبة للنساء المسنات. في المشكل المطروح نمشيو على المؤسسات اللي هي الرعاية، المرأة اللي كتقضي حياتها كلها في البيت وكيجي واحد الوقت كتكبر في السن وكيطردها الزوج وكتخرج ما كتلقى حتى مكان. معنى هنا هذا جانب آخر اللي لازم أنه يتم الاهتمام به، على أنه راه العنف الأسري بعض الأحيان كيؤدي بالنساء إلى التخلي على الـ على الـ على الأبناء ديالهم إلى آخره. بالنسبة لهذه المؤسسات اللي كنقول أنه سياسة عمومية اللي هي فيها واحد النوع من الاهتمام بالفئات المتخصصة، أطفال بوحدهم، النساء بوحدهم، اللي عندهم إعاقة، مع العلم أنه لمشينا المركز ديال تيطمليل راه حداه المركز ديال المستشفى الأمراض العقلية، وكان وجدوا واحد النسبة كبيرة داخل المركز ديال الناس اللي هما مرضى عقليين، معناه يكون واحد النوع من 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 هذا. جانب آخر أنه هذه المسألة ديال التخصص والتكوين مهم، وأيضا احترام كرامة الأفراد اللي هما كيشتغلوا، راه أغلبيتهم ما عندهمش وضعية قانونية، معناها لا بالنسبة للأجر لا بالنسبة للضمان الاجتماعي. نعم. ما عندهمش. إذا يكون واحد النوع من هذا وضع آليات للتظلم. وأنا كنقول من هذا المنبر على أن هذا الملف راه المجلس خداه بواحد الثقل، وغتم مناقشته من خلال المنتدى العالمي اللي غيكون. نعم. من 27 ل 30 مراكش. نعم. لطيفة فيا إذا بقى عندك شي إضافة في ثواني معدودة. نعم. لابد مرجع المرصد لأشخاص المسنين، حنايا المرصد معاه الا كان قيمه مضافه للعمل مع المسنين، اما الا كان غادي يدار مرصد غير الهضر المال العام والمحاباه وخلق مناصب، فراه عندنا الحمد لله اطر وكاين وزاره وكاين كذا اللي يمكن تقوم بالدور ديالها المنوط بها. كذلك كاين مسائل اللي ما فيها لا، اولا اين شبابنا من هذا الملف؟ فين هما الشباب ديالنا؟ لا في البلاطو ولا كذلك مسنين، لا في البلاطو ولا اللي غيتحملوا المسؤوليه. هاد الناس حتى في الاجتماعات مع المسنين دائما الشباب ما كاينينش معنا. انا راه جبت معايا شي شباب يعني اين شبابنا من هاد المشكل؟ ثم انه
هذا خصنا سياسه عموميه ماشي غير وزاره التنميه الاجتماعيه، وزاره الصحه، وزاره الشباب والرياضه، وزاره الثقافه، وزاره الاوقاف، كلنا خصنا نشتغلوا يعني بشكل تضامني، وخصنا نمكنوا الجمعيات من الاليات العمل. الجمعيات ما عندهاش مقرات، ما عندهاش البنزين، ما كايناش شراكات حقيقيه، ما كاينش حنا براسنا الجمعيات. الوقت اللي كنعياو وكنمرضوا كنلقاو راسنا كنعيشوا واحد الماساه. ثم كاين واحد المقترح اللي ما فيه لا فلوس لا ميزانيه ولا غيرها. خصنا ما دام ان الدوله ما وضعاش مرشدات اجتماعيات وما مهيئاش اسر لاستقبال هاد الناس المسنين، غنوضعوا الموظفين ديالنا والمستخدمين راه اشاره الاباء ديالهم. راه تبارك الله الاداره عامرين، بحال اللي كنوضعوا الموظفين راهن اشاره الجمعيات وراهن اشاره النقابات، نوضعوا الموظفين راهن اشاره الاباء ديالهم باش يحسوا كذلك ان الدوله مهتمه. شكرا. سي حسين باقي عندك شي اضافه في الثوان؟ انا اللي بغيت نقول غير الدكتور، احنا كاينين وعندنا منخرط، انا عندي 3800 منخرط، وعندي مركز في سيدي بلبور، وعندي مركز في سيدي جسمي العلي، في تورير، وعندي فاسني، وعندي في مراكش، وناس مستعد. وحنا بنا الاستراتيجيه الوطنيه تطبق هذه. وانا ديتها للوزيره، عطيتها لها فيديو، قلت لها شوف مع الوزيره عندها كتبقى تمشي كلها، ها اللي داروا الناس قبل منك، ها علاش تمشي، هذا الشيء تنقول لك بالمعقول. وراه قلت لها عندك اللي داروا جمعونا، قالوا با يديروا ما عرفتش با يديروا، قلت لها شوف لا لا ها هذا خدموا فيها ناس وخدموا خبراء ما ترميوها. يعني كان غادي نفدوها. راه كنا بغينا نديروا مسيره من طنجه حتى للقويره المسنين، ونجيو ماشي عند الوزاره ولا نمشيو عند سيدنا، نديروا سيدنا هو باش توجدت هذه فقط. سيد عزيز بقى عندك شي اضافه في ثوان معدودات؟ الاضافه هو انه القضيه الاشخاص المسنين هو تحديات عالميه، واشاروا لها الاخوان، وهي مسؤوليه الجميع، ماشي مسؤوليه الحكومه بوحدها، ولكن مسؤولية كل فرد في المجتمع، مسؤولية جميع المؤسسات من جماعات المحلية، جمعيات، مراكز البحث، مؤسسات وطنية لغير ذلك. ثانيا هو أنه التحديات المستقبلية ديال المغرب تسائلنا جميعا، هو باش نديروا واحد الرعاية حماية نسقية للأشخاص المسنين اللي تضمن لهم أولا الكرامة، وتضمن لهم الرعاية، وتتحميهم من جميع اشكال العنف، وكذلك المشاركه في. نعم سي الوضع غير باقي عندك شي اضافه في ثواني معدودات؟ فقط ان يعني الموضوع ديال المسنين خصو تولي اولويه، خاص تكون اراده سياسيه في هذا المجال هذا، خاص انخراط الجميع كيف ما قالوا المتدخلين في الجميع في هذا المجال. غير الدراسه اللي شرت لها السي جامع قبيله ديال 2013، المغرب في رتبه 81، ولكن ملي كنشوفوا دول اخرى بحال سريلانكا وبوليفيا راهم كلاسين يعني في رتبه 30 ورتبه. علاش؟ لانه وضعوا واحد الاستراتيجيه منذ سنوات وتهيئوا لهذا التحدي هذا، ويعني واستجبوا للمعطيات. نعم سيدي ديال مين عندك شي اضافه في ثوان؟ طبعا هاد الفئه تعتبرها الدوله فئه غير منتجه سالات، وبالتالي فيتم اهمالها، وهذا خطا استراتيجي، خطا كبير وجسيم في حق هؤلاء الناس. ليسوا هم الان منتجون، لكنهم انتجوا كل شيء، انتجونا، وبالتالي الدوله ما يمكنهاش تملص المسؤوليه ديالها وتحمل المسؤوليه للاسره. الاسره عاجزه ببنيتها ووظيفتها عن التكفل بالمسنين. شكرا لك. للدوله دورها الاساسي. شكرا لك. للدوله الدور الاساسي. شكرا لك سيدي ديالي وضيوفي الكرام، نشكركم جميعا، نشكر الحضور الكريم معنا، نشكركم مشاهدي الكرام، وإلى اللقاء في فرصة مقبلة بحول الله. وقبل ذلك إليكم متمنيات طاقم البرنامج بعيد مبارك سعيد. إلى اللقاء.